وصلنا لفقرتنا الأخيرة يا سلمى. أكيد رح نروح كمان لصحة الجسم ليا، يمكن الغذاء من الأساسيات بصحة الجسم، ودائما بنقول بدنا نعطي مناعة، لازم تكون المناعة الداخلية من أجسامنا، شو بناكل، كيف فينا نحسن صحتنا، وكثير أمراض تنشأ سببها بيكون إما السمنة وإما طريقة طبعا الأكل الغلط. رح نحكي اليوم أكيد عن ارتفاع نسبة الكوليسترول، لحتى نتعرف على الكوليسترول بالدم كيف ممكن ينضبط وعلاقته بالغذاء والرياضة. معنا الدكتور جورج المعلم، هو اختصاصي بعلم الغذاء والرياضة أيضا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير سلمان. صباح الخير ليا. يسعد صباحك يا رب. بالبداية خلينا نعرف شو يعني ارتفاع كوليسترول. أو نسمع نحن كوليسترول، نسمع انه عندنا ارتفاع كوليسترول بكل حتى بيكون نحيف بيكون كذا، بس في ايه هو بس اي معلومه بين قوسين، ما بالضروره اذا ناصح، لو الاغلب اللي عنده وزن زائد احتمال يكون عنده كوليسترول ارتفاع ضغط الدم، بس ما بالضروره. ممكن يعني يكون شخص كثير نحيف وزنه طبيعي جدا يكون معه كوليسترول. مساله ثانيه نحن نحكي عنها شوي هيك انا وحضرتكم. الكوليسترول هو عباره عن ماده دهنيه لونها على صفراء، اعطيها لون اصفر، هي احد اسباب الصفيحات الدهنيه اللي بتؤدي لتضيق الأوعية الدموية. ومجرد ما صار في تضيق بالأوعية الدموية فهذا الشيء يعني بيؤدي لأمراض قلب وشرايين. بكل بساطة هذا هو الكوليسترول. طبعا الكوليسترول له نوعين، نوع بنسميه منخفض الكثافة أو ال LDL بنقراها ضمن التحاليل. طبعا هو هذا الكوليسترول هذا يعتبر سيء وضار للشرايين. وبالنوع الثاني عندي كوليسترول المفيد أو ال HDL المرتفع الكثافة، طبعا هذا مفيد للشرايين وما في عليه اي مشكلة. ودائما طول ما الاتش دي ال عالي والال دي ال منخفض هذا الشيء بيعطي امان للشرايين. طبعا نحن من حسن الحظ انه الطبيعة والحياة وفرتنا كثير اغذية وكثير اطعمة بتساعد على ابطال سمية الكوليسترول. يعني كثير احيانا نحن بنلاقي ضمن جسمنا ضمن الدم عندنا موجودة مادة الكوليسترول بس ما بتضرنا، ما في السمية تبع اللي بتأذي الشرايين هي ما بتكون كتير ضارة على الشرايين. ودائما متعارف عليه انه كل ما ارتفع الكوليسترول الجيد ونخفض بالتالي خفض الكوليسترول السيء، هذا بيكون بيعطيني امان للشرايين. ولما نحن امان للشرايين معناته امان للقلب او للامراض القلبية بشكل عام. ودائما بيتم القضاء على الكوليسترول بالكبد. فاذا هيدا هي حكينا عن الكوليسترول، طبعا هو بينحكي عنه كثير بشكل مختصر مفيد. اذا هلا اذا بدنا نفوت نحن بالموضوع المهم، نحن صلب موضوعنا هو الاغذيه يلي بتفيد. هون بدي اسالك عن الاغذيه اللي هي مثل ما انت قلت هيك انه في اغذيه عم تساعدنا ما فيني اخبركم اي بالذات مساله الكوليسترول. يعني نحن اذا ممكن نعتمد فقط على الغذاء ما بعمرنا ما بنحتاج لاي دواء، او حتى بالذات للاشخاص اللي سواء كانوا من نوع الوقايه او مصابين بارتفاع الكوليسترول. وما ننسى الكوليسترول مرض خطير جدا، يعني ما نستهين بالمسألة. ومعظم الأحيان لما يكون عندي كوليسترول عالي عم بيرافقوا بارتفاع ضغط الدم، وهون صفف ريسك كتير كبير على الشرايين والقلب. يعني ننتبه، بس أنا بين قوسين حبيت أعطي هذه النقطة. هلا أول غذاء أنا بدي أحكي فيه مهم جدا ومتوفر جدا ويمكن نحن بنتناوله بشكل بدون ما ننتبه، هي البقول. البقول الجافة بأنواعها. شو يعني بقول جافة؟ يعني ما هي الخضراء، يعني فول اليابس، البازلاء اليابس، الحمص إلى آخره، العدس بالذات، العدس كمان نقطة مهمة كتير. تعتبر هذه المواد أو البقول من أرخص المواد، أرخص الأدوية اللي بتوفرها الطبيعة، وأكثرها أماما وأكثرها أشدها سرعة يعني بالتأثير. يعني صدقوني شو بتعمل البقول؟ هلا البقول بكل بساطة اكتشفوا تقريبا فيها حوالي شي 6 مركبات كيميائية تساعد على خفض الكوليسترول، بس أهم مركب هو الألياف القابلة للذوبان. تمنع الأمعاء من امتصاص الدهون، تمنع من أكسدة الدهون، فبالتالي بتساعد على خفض الكوليسترول. وأنا بنصح دائما أنه يكون في دائما بغذائنا اليومي وجبة من أنواع البقول، فول، حمص، عدس، أي كان أي بقول من أنواع البقول ما في أي مشكلة. اوكي اذا اتفقنا رقم واحد البقول بانواعها ماده مهمه جدا ومتوفره وبقى نوعا ما بقدر رخيص السمن نوعا ما. بدي احكي على الصويا. كنا بنعرف الصويا او نسمع بالصويا، صويا وبروتين الصويا. هلا اذا بتلاحظوا بالغرب او بالخارج صاروا يعتمدوا عليه من زمان، مو من هلا، بيعتمدوا عليها بديل كثير كبير ومهم، بديل اللحوم. يعملوا لحم الصويا وحليب صويا ومشتقات للصويا. نحن هون عنا نوعا صار هيدي المعلومات او بعض الاشخاص بالذات النباتيين بيتبعوها، يعني بديل عن اللحمه بنسميها لحمه الصويا. كمان من المواد المفيده جدا لخفض الكوليسترول، حتى صار تعتبر كدواء اكثر ما هو غذاء.
يعني طريقه استخدامها بيعاملوها معامله الدواء. هلا بس قبل ما اقول لك طريقه الاستخدام، هي بدي اقول لك اول شيء شو هي، شو الماده اللي فيها اللي هي فيها مركب كيماوي اسمه جينستين. هذا المركب هو عباره عن هرمون نباتي بيساعد بشكل كتير كبير على خفض الكوليسترول السيء. يعني حكينا بالبداية انه دائما انا بيهمني يكون احد الكوليسترول منخفض كثافة واطي والثاني اللي مرتفع عالي، فبتساعد على خفض المستوى الكوليسترول السيء. فينا نتناولها بشكل عادي، فينا نتناولها نعملها. هلا انا احد الاشخاص بالبيت عندي بديل اللحمة في بعض المنتجات بالاسواق اسمها بديل اللحمة، إلا طريقة بسيطة كتير بطريقة قهوة بسيطة جدا جدا جدا. وما عم بخبرك يا ريت يصير نتبع منتجات الثانية بشكل خاص. حليب الصويا مفيد جدا جدا ومهمة جدا. بدي أحكي على مادة ثانية كمان كلنا بنعرفها، هي الشوفان. الشوفان ونخالة الشوفان كمان تعتبر مادة مهمة جدا، خصوصا إذا تناولناها بشكل يومي، ويا ريت نتناولها بشكل يومي خصوصا بوجبة الإفطار. في كثير أشخاص أنا بعرفها صار عم تعتمد فيها الصبح وجبة الإفطار. طبعا حليب شيء ممكن يستعمل او ممكن ناخذها عادي او ممكن نضيفه للغذاء بالاطعمه. بتحتوي على الياف صمغيه قابله للذوبان نسميها بيتا جلوكان. كمان نفس الطريقه تمنع من امتصاص الدهون، فبالتالي بتساعد خفض الكوليسترول السيء وترفع من الكوليسترول الجيد. عم ياكلوا كثير شوفان، تمر وجوز و تمام تمام جوز لا بدي احكي نكهه هلا لازم يجيبوا نكمون طعم طعم الجوز. هلا معك حق، بس لا بدي احكي هلا على الجوز على فكره. ها على ذكر بيعمل كوليسترول، على ذكر الجوز مضر جدا ويفطر لا بدي احكي كمان على ماده اسطوريه دائما بنحكي عنها، غذاء دائما بنحكي عنه، حكينا عنه في الحلقات السابعه على ضغط الدم. بعتقد قربت لكم يمكن هو الثوم. الثوم دراسات كتير كبيرة طبعا والتجارب ومتعارفة عليه، حتى بدون ما نقرأ عنه شيء نحن بنعرفه انه دواء اكتر ما هو غذاء. تناول انا بأكد لكم انه تناول تقريبا من حصين لثلاثة، يعني بسميه سنين ثوم او ثلاث سنان، حوالي شهر ونص شهرين، حتى لو كان عندي كوليسترول بالدم عالي جدا رح يخفض لي اياه بكل تاكيد. طيب هون بدي اسالك عن طريقه، في كثير عالم مثلا ما بتحب طعمه الثوم تماما، ما بتحب تاثيره بالتم وانه بيضل فتره طويله لحتى تروح الريحه وبدهم ياكلوا اكثر من شغله وهيك، ففي ناس بتعتمد اليه انه بتجيب تومه بتغزها بالدبوس بتبلعها مثل حبه الدواء. ممتاز. هل هذا الشيء صح بيعطي نتيجه؟ بكل تاكيد. بس ليش بتغزها بدبوس؟ مشان تتحلل تطلع المواد اللي بدي ضمن المركبات الكيماويه. الثوم بيحتوي على 6 مركبات كيماويه، كانه عمل يعني هيك عمليه بسيطه لتنهضر. رح اشرح لك ليش، رح جاوبك ليش. بيحتوي على 6 مركبات كيماويه مهمه جدا، على راسه اللي بيساعد ياكد انه بيساعد خفض الكوليسترول هو الاليسين. كنا يمكن صرنا نسمع بهي، ليش نحن بنغذى او بنشكها بالشوكه اكثر من مره، او حتى هو بيقول لك اذا افضل تعضى على اسنانك يطلع منها هيدي المواد، هيدا المحرر اللي داخل تطلع هي المواد. هلا العمليه شوي رح تكون صعبه شوي. تماما، خاصه انه بيقولوا استفاقه هي عري. انا ما بنصح بتناولها الصبح خصوصا على الري، لانه في كثير اشخاص عندها بعض المشاكل الهضميه الامعاء على مستوى الامعاء والمعده بتسبب كثير مضار. حتى ما نعتبر انه شطاره او شيء كويس انه تناول كميه كبيره، انه انا اتفقنا نحن حسين سنين. ما نقول انه اذا تناولنا اكثر معناته النتيجه رح تكون اكثر، لا بالعكس ممكن تسبب مشاكل معديه. هلا مشان نحن نخلص من قصه ازعاج الرائحه تبعه، نحن حكينا المره الماضيه على ضغط الوقت، حكينا على ضغط الدم. يعني ما بالضرورة إذا أنا أخذ ثوم ينخفض ضغطي، بالتالي رح الآخرين هيطلع ضغطهم يمكن مني. ففي طريقة، هي مستخلصات الثوم عبارة عن زيت الثوم أو حب على شكل كبسولات، كبسولة بتحتوي مستخلص المواد الفعالة من حبة الثوم ومحطوطة ضمنها ومتوفرة عندنا بالصيدليات على فكرة. وحتى كان بالسابق ينزل مثل كبسولات جيلاتينية زيت الثوم، أنا كنت أخذ منه بشكل دائم. لما ناخذ الحبه نحن عم تمتص وتنهضم عن طريق الامعاء، فصدقوني ما عم بتسبب لا اي روائح ولا اي مشكله ولا ازعاجات لا لي ولا للاخرين. بس اما الثوم بين قوسين غذاء اسطوري سحري انا بسميه. بدي احكي كمان على البصل، نحن مجرد ما قلنا الثوم نحن دائما البصل، كمان البصل من المواد المفيده جدا، غذاء جيد بيرفع الكوليسترول المفيد بالجسم. البصل الاخضر بالذات بانواعه، بس المشكله وين؟ نحن هون معظمنا لما بنطهي البصل او بنطبخ البصل عم بيروح كثير من فوائده وخصائصه، فيفضل البصل انه تناوله بشكل
فريش طبيعي نيء. اما الثوم اذا تناولناه بشكل مطبوخ نيء نفس النتيجه تقريبا. هو دائما النيء عم بيكون افضل شيء، بس انه مشان نحن نخلص من المشكله. وما بنصح كثير على الصبح على الريق، خصوصا الاشخاص اللي عندها بعض المشاكل الهضميه رح تسبب لها مشكله. خلصت سوري، بيضطر ان دائما استعجل شوي لانه انا بيبقى الوقت بيمرق بسرعه وبيبقى في كثير معلومات بدي اقولها. بدي احكي على زيت الزيتون. مين فينا ما بيعرف فوائد زيت الزيتون؟ مذكور بكتب السماويه من كثر ما له فوائد كثير كبيره على صحه القلب والشرايين. بتمنى انا انه نستعيد باي شيء نحن ضمن المنزل بالطهو بالطبخ الى اخره بزيت الزيتون اذا بنقدر، بين قوسين لانه صار مشاكل كثيره يعني. بس اما قدر الامكان يا حبذا لو بنقدر نتناول حتى لو معلقه كل يوم ضمن الطعام او نتناخذها مثل ما بيقولوا سك، مفيد جدا. زيت الزيتون له ثلاث طرق او ثلاث ادوار لخفض الكوليسترول. اول طريقه هي بكل تاكيد بيخفض الكوليسترول السيء اللي حكينا عنه من دقيقه. اثنين بيحافظ على مستوى الكوليسترول الجيد، بجوز ما يزيده بس بيحافظ عليه. ثلاثه بيخفض معدل الكوليسترول بشكل عام. فنحن ما نخاف، في ناس كثير بتقول لك انه لا زيت الزيتون هو دهون، اوكي هو دهون بس دهون غير مشبعه، مفيد جدا وفوائده كثير كبيره على مستوى الكوليسترول. واذا كان مخلوط شو قصدك مخلوط؟ انه مخلوط احنا كثير مثلا انا ما بقدر اتقبل في زيت زيتون كثير اصلي بيكون شوي فيه مرار او حدوديه تماما، فانا شوي بخلطه مع زيت عادي. منيح اذا عم تجيبي زيت زيتون من زمان عم حكيت انا صغيره ما شاء الله هلا بطلت لا زيت عادي ولا زيت زيتون. ما في مانع ما في مانع، بس يعني يحبذ لا يكون صرف 100% تاخذي الفوائد 100% بس يعني ما هي هالمشكله الكبيره. كان على زيت الزيتون بدي هلا بدي احكي على الجوز. بس بما انه حكيت عن زيت الزيتون في كثير له انواع، وفي ناس مثلا بنعرف بتطبخه وفي ناس ما بتطبخ فيه، في ناس بتقول بيفقد قيمته لما بيتعرض للحراره وفي عكس. ناس لا خلينا نوضح المعلومه. هلا في كثير ناس بتقول لك انه ايه انا لما زقليت فيه او شيء بارتفاع الحراره بيفقد قيمته، بالعكس تماما. زيت الزيتون اكثر زيت بيتحمل درجه حراره، ممكن نحن يوصل لدرجه الغليان يوصل لدرجه 100. كانوا يقولوا زيت الكتان يمكن افضل كمان. زيت الكتان هو مفيد اكيد جدا يعني. بس اما لا اذا بدنا نحكي كزيوت رقم واحد زيت الزيتون لا يعلى عليه ولا بشكل من الاشكال. بس نحن بصراحة ما رح نقدر نستعمله كثير بالطبخ أو بالذات بالقلي، لأنه هو دائما يحبذ أنه لما بدك تقلي أي شيء بعد ما تعود تستعمل الزيت مرة ثانية، لأنه أكيد ارتفاع درجة الحرارة عم تأكسد هذا الزيت، فبالتالي عم تطلق الجذور الحرة اللي هي مضرة للجسم. بس مين عفوا هيدا اللي ممكن يعني يحط له حوالي تقريبا اكثر من كيلو يمكن ويشبه يعني نحن بنلاقي دائما شيء واقع شيء اللي بنقدر نحن عليه. يجوز ناس بتقدر ما خلاف، بس نحن بنحكي بشكل عام. بس اما زيت زيتون رقم واحد. في ناس زيوت الثانيه مفيده اكيد، بس زيت زيتون لا يعلى عليه، علاج سحري مقدس. ما حتى بدنا نحكي على الجوز، بدنا نحكي على الجوز واللوز قبل ما يداهم من الوقت. يعني اي انا بدي بعتذر انه بدي احكي عن الجوز واللوز سلف لحصول التناول طبعا ما خلاف. كثير ناس بتقول لك انه كيف جوز واللوز هو بيحتوي على دهون. مزبوط بيحتوي على دهون صحيح، بس هي دهون احاديه غير مشبعه. ثبت بيلعب دور كثير كبير بخفض الكوليسترول، بالاضافه لهدول المادتين بيحتوي على نسبه عاليه جدا من الفيتامين اي. ما نحن بنعرف الجوز كثير بيعمل كوليسترول او بيعمل سمنه، هلا عم ابدا ابدا بالعكس بالعكس، الدهون اللي فيه غير مشبعه، فبالتالي بيساعد خفض الكوليسترول بشكل كثير كبير، وغني بالفيتامينات وبشكل خاص فيتامين اي. بيحتوي على معادن مهمه كثير مثل المغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم وفوليك اسيد حمض الفوليك. كثير مهم كثير كويس كثير مفيد طبعا. يلي بيقدر يستطيع له يعني انه يتناول او شيء، ما لنا بحاجه كميه كثير يعني 5 حبات يوميا يا ريت طبعا، بس دائما تكون غير مملحه وغير يعني ما بنضاف لها اي دهون او محمصه او شيء، وزاد الاملاح ما يكون لي. حتى بشكل عام دائما المكسرات زي ما نقول معظمها هي مفيد جدا، بس انه ما تكون محمصه كثير او بنضاف لها املاح بنسب كثير عاليه، ونحن معظمها يعني بتكون مملحه بشكل كثير كبير. بدي احكي على مساله مهمه كثير هي الخضار والفواكه. كان بدي اسالك تركنا الخضار والفواكه بهاللقاء. لا جايين جايين، انا تركت بدي احكي على البندوره، تركتهم للاخير تركتهم للاخير لانه بدي احكي على مسالتين هلا كثير مهمين. هلا الخضار والفواكه، نحن مجرد ما قلنا خضار وفواكه معناتها نحن حكينا فيتامينات ومعادن، معناتها نحن حكينا مضادات اكسده. فبالتالي اهم شيء من المواد الفيتامينات الموجوده بالخضار والفواكه بانواعها لعلى التعيين هن 3 فيتامينات، هن فيتامين سي وفيتامين اي والبيتا كاروتين. مجرد ما اجتمعوا هدول الثلاثه مع بعضهم فيني خبركم قديش مهمين ل
منع اكسدة الكوليسترول بالجسم. لما منعت، لما ما عادت اكسد هذا الكوليسترول، فبطلت بطل مفعوله السام على الجسم. من افضل المواد اللي بتساعد على خفض الكوليسترول هي الخضار والفواكه. حتى فينا ما في مانع ناخده على شكل، في بعض المتممات بالصيدليات بتحتوي على فيتامين اي سي وبيتا كاروتين، عدة تسميات. عندنا شركة شركتين مخلاف، دائما بنصح انه ناخذها انا قبل الطعام، هيدي الحبة يا حبة زكي الفترة وفترة، ما بتحتاج لوصفة طبية ولا بتحتاج لأي شيء، لأنه هي عبارة عن مواد طبيعية. بخبركم المرة الثانية تمنع أكسدة الكوليسترول، فبالتالي بتمنع من مفعوله السام، فبتكون لها فوائد كتير كتير كبيرة. تحكي على شغلة أخيرة هي التفاح والجزر، وممكن أنا نضيف البندورة مثل ما تفضلتي حضرتك. بدي أحكي على التفاح والجزر. أنا دائما بنصح وبأكد أنه دائما نحن نستعمل من التفاح والجزر، ولو حصة صغيرة، يعني لو نص تفاحة أو حصة من الجزر، ما بالضرورة كميات كبيرة، خصوصا بعد الوجبات الدسمة، بعد الوجبات اللي تحتوي على دهون عالية، لأنه هيدي المواد تحتوي على ألياف قابلة للذوبان، اللي بنسمعها نحن عنها دائما البكتين. كنا سمعانين بهذا المصطلح، البكتين هو عبارة عن ألياف قابلة للذوبان، بيمنع كمان الأمعاء من امتصاص الدهون. كثير حلو نحن لما أكلنا وجبة دسمة بتحتوي على دهون، أخذنا بعدها شغلة طبيعية، استفاد جسمي من هيدي الوجبة الغذائية، بس نفس الوقت هل بكتين منع الأمعاء من امتصاص الدهون. الجزرة أحسن شيء لأنه بتحليك وبت مفيدة جدا الجزء. تمام، حتى إذا بنحكي للبشرة كلون و و و و و و فأكيد مفيدة جدا، فبتمنع الأمعاء من امتصاص الدهون، فبالتالي بتساعد خفض الكوليسترول. أكيد. البندورة طبعا من المواد المفيدة جدا، خصوصا المادة الغذائية اللي فيها الليكوبين اللي بيعطيه هذا الاحمرار، فكمان من المواد المفيدة جدا اللي انا حتى صنفتها من ضمن لما حكيت خضار وفواكه. على رأس الخضار والفواكه هي البندورة، ومعظم الأوراق الخضراء الداكنة الخضرة. فإذا حكينا على تقريبا من أهم المواد اللي بتساعد خفض الكوليسترول. ما بالضروره يكون مستوى الكوليسترول عندي واطي، هو دائما اذا بنحكي كتحاليل طبيه المفروض ما يتجاوز ال 200 بكل ملي من تحليل الدم، بس اما ممكن يكون نحن شوي عالي، بس دائما نحن وقتنا نقوم باي تحليل نضمن صحتنا نحلل الكوليسترول المنخفض الكثافه والمرتفع ال LDL وال HDL. اذا كان عندي ال HDL عالي وال LDL واطي، لو المعدل عالي فهي ما في اي مشكله، بتكون انا صحه شرايين. رح اختصر ثلاث كلمات بالنهايه، معلش معي وقت ما معي وقت خلص اوكي تمام، كنت بدي اعطي خلاصه على كل شيء حكيته باربع كلمات. تفضل. معلش اوكي طيب، راح امتنع بالنصيحه انا للجميع، الوقايه او اللي عندهم مشاكل كوليسترول يمتنعوا عن المواد الدهنيه واللحوم بانواعها، يستعيدوا عنها بالخضار والفواكه. التمرينات الرياضيه مهمه جدا جدا جدا، اذا عندي وزن عالي حاول نزله، وتناول دائما الشاي الاخضر بيحتوي على فلافونيدات اللي هي عباره عن مضادات اكسده مهمه جدا، معدل فنجانين بالنهار، وسلامة قلب الجميع. امين. شكرا كثير لك، نحن اكيد نتشكرك ونتمنى السلامة للكل. ميرسي لك. شكرا لك ولكل المعلومات اللي قدمتها.